Abdelazim channel. Present. Guidance for those who fear Allah. Islamic thoughts by Engineer Abdeldame Alkohil, the expert in the scientific miracles of Holy Quran. Open your hearts and minds and listen. May Allah accept you with His righteous servants. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ayuha al-Ahibba. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu an ulaika alladhina a'radu an dhikrillah. نسوا الله سبحانه وتعالى. كم واحد منا اليوم نحن الذين يدعون الإسلام، كم مرة تذكر الله في اليوم؟ هل تتذكر الله عند نومك، عند استيقاظك؟ هل تتذكر أوقات الصلاة الخمس؟ هل تتذكر عذاب الله؟ هل تتذكر قدرة الله؟ هل تحسب حسابا للقاء الله عز وجل، أم أنك منشغل في الدنيا؟ إذا كان وضعك منشغلا في هذه الدنيا، قلبك يلهو ويعبث بالأغاني والمسلسلات وجمع المال والأشياء الأخرى التي لا تفيدك أمام الله، إذا كان وضعك هذا احذر. سأقرأ عليك هذه الآية. الله تبارك وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري. ومن أعرض عن ذكري، يعني أنت وضعت ذكر الله جانبا ومشيت. أعرض، انظروا إلى دقة التعبير أيها الأحبة. لم يقل ومن كفر بذكري، قال ومن أعرض عن ذكري. كثير منا تنطبق عليه هذه الآية ولا يدري أيها الأحبة. للأسف الإعراض عن الشيء هو أن تتناسى وتتغافل هذا الشيء وتمشي كأنك لا تعرفه، مع العلم أنه قريب منك. ومن أعرض عن ذكري، ذكر الله ليس مجرد قراءة القرآن أيها الأحبة. ذكر الله المعنى الدقيق هو تطبيق تعاليم الله عز وجل. القرآن ليس مجرد كلمات تقرأ أو تحفظ، بل هو منهج حياة وضع ليطبق. إذن أيها الأحبة، هل آمنت بالله حق الإيمان؟ هل تتدبر القرآن كما أمرك الله سبحانه وتعالى؟ هذا جزء من ذكر الله. ما معنى ومن أعرض عن ذكري؟ كل من لا يتدبر القرآن يقع تحت هذه الآية. كل من لم يخشع قلبه أثناء الصلاة يصبه جزء من هذه الآية. ومن أعرض عن ذكري فإن له، ماذا أيها الأحبة؟ معيشة ضنكا. وهنا يعني هذه كلمة عجيبة أيها الأحبة، لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة. الحياة التعيسة الكئيبة هي حياة الضنك. معيشة ضنكا، يعني حياة مليئة بالاكتئاب، مليئة باليأس. بالفعل أيها الأحبة، يعني أنا أود أن يعني أقحم الجانب العلمي قليلا. هل تعلمون أكبر نسبة للانتحار في العالم إنها بين الملحدين، الذين أعرضوا إعراضا تاما عن ذكر الله وآيات الله وكلام الله ولقاء الله وتعاليم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ما الذي أصابهم؟ أصابهم الاكتئاب، يعني معادلة رياضية. نقول دائما أنت عندما تذهب إلى الطبيب وينصحك بدواء معين لشفاء معين أو لحالة معينة، إن أخذت الدواء برئت من هذه الحالة وشفيت، لم تأخذ الدواء تطورت هذه الحالة، ربما تموت. إذن أنت بين خيارات، معادلة لا تقبل الجدل، معادلة رياضية. من أعرض عن ذكري مصيره إلى الاكتئاب، فإن له معيشة ضنكا. لماذا أيها الأحبة؟ لماذا لم يقل من أعرض عن قرآني أو كلامي، قال عن ذكري؟ لأن تعاليم الله عز وجل، التعاليم التي وضعها الله في الذكر في القرآن، هي التي تضمن لك السعادة وحب الحياة.
عدم تطبيق هذه التعاليم سينحرف بك باتجاه الاكتئاب. وإن العامل الأول والرئيسي المسبب للانتحار هو الاكتئاب. يعني لا يوجد إنسان سعيد ينتحر، الإنسان السعيد يعيش حياة مطمئنة ويعني تجده سعيدا في حياته، بينما الإنسان المكتئب عندما يعاني من اكتئاب حاد لا يجد أمامه سوى الانتحار، سبحان الله. لذلك الله عز وجل أعطاك هذه المعادلة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طبعا هذا في الدنيا، ولكن هناك في الآخرة موقف أسوأ وأصعب، ونحشره يوم القيامة أعمى، سبحان الله. يعني انظر، هذا النور، العينين اللتين ترى بهما، تصور حالك إذا كنت في الدنيا لا تستطيع، لا تتحمل أن تعيش أعمى، لا يتحمل الإنسان، صعب جدا، فكيف بالآخرة الحياة الأبدية أن تكون أعمى؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى؟ يعني كأنه لا يعلم. قال: كذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، سبحان الله. إذن كما نسيت آيات الله، كما نسيت هذه الآيات التي نقرأها الآن، ذهبت إلى مواقع التواصل لتشغل وقتك بالأغاني والكوميديا والمواقع الساخرة والمقاطع التي كلها لهو وعبث، ونسيت أن تتدبر ولو آية واحدة كل يوم. على الأقل أحبتي في الله، والله أريد لكم الخير، تدبروا آية واحدة كل يوم لتكتبوا مع المتدبرين. الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن تدبر آية كل يوم على الأقل، تكون خرجت خارج هذه الآية الخطيرة جدا. لذلك أحبتي في الله، أتمنى من كل إنسان أن يحفظ هذه الآيات، والله، لأنك ستجدها أمامك يوم القيامة، ستلقى الله وأنت حافظ لكلامه، فستكون السعادة القصوى في ذلك الوقت. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتذكرين ومن الذاكرين، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.